حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا شعبه حدثنا واصل الاحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال رايت ابا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حله وعلى غلامه حله فسالناه عن ذلك فقال اني ساببت رجلا فشكاني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه ثم قال ان اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم